ما يحدث الآن في سيناء أن بات تنظيم أنصار بيت المقدس، دي مفارقة غريبة تاني. أرجو إخواني من الباحثين في مجال الحركات السماوية أن يركز عليها في الفترة القادمة. قلنا الملاحظة الأولى ميلاد تنظيم التوحيد والجهاد في العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي عقب اجتياح أفغانستان في أكتوبر 2001 من الإدارة الأمريكية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. هرب أبو مصعب الزرقاوي وذهب إلى بيوت ومنازل آمنة في إيران لينتقل إلى الشمال العراقي ومنها إلى بغداد ليؤسس تنظيم التوحيد والجهاد قبيل دخول القوات الأمريكية في مارس 2003. في ذات التوقيت يتولد عندنا في سيناء تنظيم التوحيد والجهاد بقيادة خالد مساعد اللي يتحول لأنصار بيت المقدس فيما بعد 25 يناير، وتنظيم التوحيد والجهاد يتحول إلى دولة العراق وبلاد الشام اللي تلغي تنظيم القاعدة بالأساس. الملاحظة الثانية أنه تنظيم التوحيد والجهاد عندما بدأ التطور اللاحق ليه التحق بالتنظيم الأكبر الأم اللي موجود وتوحد معه وأصبح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. التطور الآخر الذي نعتقد أنه قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنه أن يتحول تنظيم أنصار بيت المقدس بعد اندماجه أو انضوائه تحت لواء تنظيم داعش أن يتحول إلى داعش مصر أو داعش أرض الكنانة، وأنا أتوقع أنه هذا الإعلان يتم قريبا قبل نهاية هذا العام يتم الإعلان عن تحول تنظيم أنصار بيت المقدس إلى داعش أرض الكنانة. خطورة هذا التحول هو إدخال مصر أو محاولة إدخال مصر في إطار التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش، واللي ممكن يضم واللي رفضت مصر أساسا المشاركة فيه لعلمها أو الوصول معلومات انه ده هيستغل في اشياء اخرى بعيده تماما عن مواجهه تنظيم داعش بشكل خاص، زي ما استخدم المواجهه مع تنظيم القاعده في وطالبان في افغانستان تمهيدا الى تدمير افغانستان بالكامل ثم تدمير العراق بالكامل ثم التواجد على الارض العراقيه الى الابد والتواجد في منطقه الشرق الاوسط إلى الأبد، ثم أصابع تلعب في المنطقة بشكل عام في محاولة لتفتتها وفي محاولة لمواجهة جيوشها وتفتتها حتى تبقى دولة إسرائيل صاحبة الجيش الأقوى والأهم بدون منازع وبدون مواجهة في المنطقة.